مواليد السنة مالك رقم 2024 هو مولود برج العقرب، من يمتلك رقم 8. بس في شغلة عند العقرب بدي أقولها هون للأبراج المائية بالعموم، سرطان، عقرب، وحوت، هدول أكثر أبراج بهي السنة عندهم نقطة انتقال، يعني عم يغيروا من بيت لبيت أو من بلد لبلد أو من عمل لعمل أو من وضع إلى وضع. كل الأبراج المائية قاطبة، سرطان، عقرب، حوت. اللي لي أول شغلة قبل ما نسجل هوا، فعم تحسب هبة لحدا قالت لي عندها تغيير بيت، فهو كان تغيير على السجن. ما بعرف وتغيير هو تغيير، ما بعرف لو أنت تغيير، بس في انتقال من مكان إلى مكان. في تغيير من مكان لمكان. ليش؟ بلوتو فايت بده يعمل تحديث كتير كبير بحياته للعقرب. هو عقرب قوس جديد له، فايت عدله، يعني هذا بيته للعقرب، عقر داره، المكان اللي بتواجد فيه العقرب حيحدث فيه تغيير. العقرب بهي السنة سنة مالية بامتياز، وعلى فكرة من هلأ بلشت أحداثها، من هلأ قبل ما نفوت ب 2024 في قصة مصاري، في أمور مالية تعود لمولود برج العقرب. انطلاقته بهذا العام أفضل من العام الماضي بمليون مرة، بالرغم أنه بلوتو رح يعمل عنده تغيير. هلأ هو كيف بدي مكبل مقيد بسبب بلوتو، بس المشتري رح يكون بالمرصاد وزحل بمرصاد آخر. كل الدنيا اللي خايفة من زحل، زحل بالحوت رفيقه للعقرب، فهو بمأمن من زحل الحوت، ما بيحدث عنده أي تأثير سلبي، فقط تغيير المكان بسبب وجود بلوتو بموقع عقر داره. هاي السنة بتاخده لارتباط، ارتباط بشغل، ارتباط بحب، والجزء الثاني منها هي سنة المال بالشراكات، يعني بشوفه عم ياخد مصاري من قرض أو من جمعية أو من حدا بيشتغل معه، من إرث، من تركي، ما بعرف، في مصاري، في شراكة بيحصل منها على مصاري، يعني بياخد مصاري من حدا، في حدا بده يعطيه مصاري، وشايفتها بأم عيني عند العقرب ابتداء من شهر 6. خلص كل حدا عنده صديق عقرب بيجي يتواصل معه، عنده في عنده صلحة بدها تصير بينه وبين حدا، وعلى أثر في زق، يعني حيترك ناس ويصير مع ناس تانية، في صلحة حتصير بينه وبين حدا، هاي الصلحة حيفرح فيها كتير العقرب بعام 2024. حلو.